العود باش تصدق ليك الالتزام والروتين تعاود نفس داكشي كل نهار كل نهار كل نهار انت كتقد اول ابليكاسيون ماشي هو انت كتقد لابليكاسيون 30 انت كتيستي الكامبين ديالك الاولى فيسبوك ماشي هو انت كتيستي انت كتقد الكامبين الاولى ديالك في السي بي وكتيستي اول اوفر ديال السي بي ماشي هو انت ملي كتيستي الاوفر رقم 30 وتخيل معايا 100 366 بعد عام وبعد عامين وبعد 5 سنين وبعد 6 سنين ودوك السيطان اللي تيبانو كيعجبوك دوك السيطان اللي تيبانو ليكو كيعجبوك راه سنوات وهما في الدومين اي دومين هاد الكلمة ديال الدومين راه عامة اي دومين راهم سنوات وهما في الدومين باش نتفرا في كليك بانك راه مدرتهاش في 2010 وخا تقاتلت 2011 2009 كاملة كنت تقاتل ما قدرت ندير حتى بيعة وحدة 2010 كنت تقاتل كاملة يلاه درت شي ثلاثة البيعات في كليك بانك 2011 غادي نتقاتل غادي ندير 1000 بيعة فهمتي لأن داكشي فهمتي تيجيب الاستمرارية 2012 غادي ندير 2000 بيعة 2012 غادي ندير أكثر من 1000 بيعة يا فاش عيطوا لي الأمريكان الإخوان راه شافوا شافوا التصاور شافوا كلشي الإخوان القدام يا فاش عيطت لي كليك بانك الشركة ديال كليك بانك نمشي نزورهم في الأمريكان في البيوت ديالهم كنت فهمتي رقم واحد ديك الساعة في العالم العربي في المبيعات عنده شي صاد كيشوف ديك الصورة الأخرانية اللي تنشرات في 2012 كيشوف داك الشيك ديال 300000 دولار في ديك الساعة من بعد عام كانت أكثر من 500000 دولار كيجي شي واحد يشوف داك الشيك تاع كليك بانك تيقول صاد صاد قالي خصني ندير بحالو شوف ديك الورقة ديال 300000 دولار تيقول خصني نديرها حتى أنايا ما كيعطيش ما تعطيش راسك الوقت ما كتعطيش راسك الوقت تقول خصني نديرها بعد شهر كتعطي راسك شهر ديال المحاولة رجع ليا 2010 ما كنتش درتها في شهر 2010 2009 ما قدرت ندير حتى بيعة وحدة 2010 كاملة ثلاثة عاود راك شتيت نمشي للدار باش ندبر التزويجه ونمشي راه باقي ليا زوين وباقي الحياه زوينه بزاف كتسناني طلع لي فراسك العاود هي جايز تبارك الله عليكم تبارك الله على المسجات ديالكم كاملين وصلني بزاف د المسجات ما عمر وصلني فهمتي بحال البارح واليوم فهمتي لي انبوكس غرق ما عرفت لا منين نبدا لا منين نقرا اصلا ما كنطلعش على الانستغرام بزاف ترونات نشكر تبعت لي اخوان اللي شافوا معايا كنت كاتب واحد بلي هذا العام غادي نمشي واحد ليفيرمون اللي فهمتي الهدف منه هو في الاخر غادي نولي كوتش وفريمون قال لك اخويا سيمو ما كرهش فهمتي تكوتشيني وللاسف للاسف 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 الاخ انا ما عمري كنت كنفكر نكوتش عباد الله وما عمري غادي نكوتش عباد الله انا فهمتي باغي نتعلم داك السكيلز باش نكوتشي التيم ديالي لان انا ماناجر في الاخر عندي واحد التيم وجوج وثلاثه كنماناجيو اللي كنت كورش غادي نولي حسن هذا هو السبب اللي خلاني نمشي ندير ديك الفورماسيون ديال ان ال بي براكتيشنر و تاع الكوتشينغ هو انا دابا غود مانجر اي وونت تو بي ا بيتر مانجر باغي نكون حسن تنقلب نحسن من راسي فهمتي ماشي كنقلب فهمتي تنشوف راسي الا بغيتي على خلي كوتشيك كاين مليون كوتش كيعيش معنا في الكره الارضيه وكاين ناس فهمتي يشاهد لهم وناس اللي تيوريك ان حتى هو عنده واحد السكسيس ستوري وعنده حاجه واحده اللي ننصحك هي جامي تمشي عند شي واحد فاشل وتسنى منه النصيحه وهذا مشكل كنت طحت فيه بزاف فهمتي ملي الله كنت بديت حياتي في البيزنس كنت كنمشي عند شي واحد ما عمره دار بيزنس في حياته وحياته كامله فاشله من جميع الجوانب دوك الثمانيه اللي وليت البارح كاملين فاشلين وكيفتي عليا تقول لي لا ملي تبغي اجي بكل بساطه ملي تبغي شي حاجه سير عند شي واحد دارها بغيتي تولي واعر في البيزنس وبغيتي شي نصيحه ولا شي واحد يكوتشيك سير عند شي واحد في البيزنس ولا لقيتي من الاحسن فات كوتشا شي ناس في البيزنس وداروا دي ريزولطا مزيانه هادي كاع انا الاخراني بحالي بحالك ما كاين حتى فرق بيني وبينك باقي واحد الشخص اللي باقي كيطور راسو بشكل يومي تيطمح حتى هو بشكل يومي عنده اهداف بشكل يومي كيخدم عليها بشكل يومي ما جامي زعما كنشوف راسي داك الكوتش انا باغي نكوتش غير التيم ديالي نطور راسي كاين واحد النوع ديال الاخوان اللي راه ترتبط بيا عاطفيا فهمتي ديك اللعبه ديال خويا سيمو راه يوميا كتموتيفينا الله يحفظك بوستي لنا فيديوهات كل نهار لا خويا انا راه غير هاد الوقيته هادي تصادفتي انا هذا في 2017 كنت حاط واحد الهدف الحمد لله يسر الله لاني كنت سد الفيسبوك ما كنحلوش وسد الانستغرام ما كنحلوش وسد على راسي وخدام الحمد لله استطعت نوصل ليه وحطيت واحد الهدف ديال نوصل ليه ديال 2018 حتى وصلت ليه ما وصلت لذاك الهدف اللي كنت حاطه هو في 2018 طرق شوف 2017 يعني قلت عندي الوقت قلت بلا دابا ولخرت العام هذا بلا ما نذكر على راسي وكذا نعطي راسي شويه ديال الخدمه والراحه وناخذ شويه الوقت وهذا الوقت هذا استغليته وبديت كنبارطاجي هاد الايامات الفيديوهات وداك الشيء شوف فيسبوك راني كنت ندير لايف كل 3 موا كنت تنتيليشارجي فيسبوك باش ندير لايف وكنت كندير لايف واحد كل 3 موا وهذا الاخرت العام هذا كنا درنا لايف صافي يعني حيدنا اللايف ديال هاد 3 موا هادي كان فيه بلال وكانوا فيه الاخوان كاملين وصافي يعني بقى لي هاد الاخرت العام هذا بقى فيه واحد 4 ايام عاوتاني
احسب نهار واحد نهار جوج اجي نسد على راسي عاوتاني ما عادش تعاود تشوفني ما عرفتش شوف عاوتاني التالي امتى هذا ما كان يعني ما جيتش تسناني انا موتيفي كات موتيفي راسي يعني لك انت على اخ كتسنى هاد الفيديوهات يكونوا كل نهار للاسف ما هادشي يكونوا فهمتي يقدر ملي نسالي في 2020 حاط الجول ديال واي نوت نبقى نبارطاجي الفاليو افري داي علاش لا كل نهار نبارطاجي مع 2020 ماشي عندي بزاف ديال الاهداف قدامي باقي الحياه فهمتي باقي الحياه فيها ما يدار بزاف ديال الحوايج فهمتي دابا مركز فيها ونمشي نخدم عليها والله يسهل عليك الاخ حتى نتايا وانا راه ما فيدكش بشي حاجه سير تخدم النصيحه اللي نقدر نقدم ليك هي سير تخدم راه الا كان شي واحد عنده الكفاءه مع شي واحد عنده الخدمه يوميا الكفاءه ما كافياش بوحدها الكفاءه شو غادي تسالي غادي تهرسو غادي تسالي معايا الا كنتي كتخدم يوميا شوف الخدمه ديال الانستغرام اش درت يوميا خلات الانستغرام ديالي ينقص من شي 14000 فالوور لشي كدا 20000 دابا فهمتي في واحد المده اللي قصيره واصلا انا ما عمرك كنت كنحسبها بشحال من فالوور عندك لانه ما كيتقبلوش في البنك البنك قلت لهم عندي 20000 80000 100000 مليون جوج المليون 10 المليون فهمتي دي دونت جيف ا فاك ما تسوقوش لهذيك الهضره خاوي فهمتي الفارما يعطوك فيه حتى ساتوشي والاخراني ما هادشي يعطوك فيه الفارما يجيب لك حتى ساتوشي غتمشي الساط تخدم وغادي تجاوب خدمه اخرى هي ما عمرك كنت كنتسوق اني نزيد لي فون ديالي جامي جامي هذا هو اللي كطلع عندي نسبه التفاعل عندي عاليه بارابور الاخرين اللي عندهم الكمشه وداك الشيء ما عمرك كنت كنقول بليز دير لايك عافاك فورويني ما عافاك راه غادي نعطي ايفون كندوم مع صاحبي ماركتر امريكاني قال لي صاحبي عندك هذا الشيء قليل قلت لي لا راه جامي انا درت بحالك جامي كنت كنفرق الماك بوكات وجامي كنت كنفرق الفلوس وجامي كنت كنفرق الايفونات وما كنتش كنقول لهم عافاك باش تربح ايفون كنت طاقي صاحبك طاقي صاحبك اللي تحت جامي درت كاين عنده واحد الاودينس اللي فهمتي الا بوستيت راني غادي لشي ايفنت تيغرق داك الايفنت بعباد الله الايفنت الاخراني افليت وورد ايزيا ليفنت ديال مصر ليفنت فهمتي تنقول راني غادي لشي بلاصه عندي الكواليتي ما عنديش الكوانتيتي علاش باغي نحافظ وفي الحياه ديما كنت كنقول فهمتي تسميو تحافظ على الكاليتي وما تحافظش على الكوانتيتي لان الكوانتيتي فهمتي ما فيها الثمن يقدر يكون عندك الدراري صحاب بزاف وتوقف على واحد فيهم ما تلقاش لا انا عندي 10 20 الا وقفتش عليهم نلقاهم خير ليا من 100 المهم هادشي كامل جبتو على الخدمه على الانستغرام شتي الكونت ديال الانستغرام في بضع ايام نقز فهمتي دابا برسك غادي يمشي الدوبل ديال 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 عدد الفولورز علاش لان الخدمه يوميا كنت كنبوست لي فيديو يوميا هادشي ما نكملش فيه لان هادشي ماشي هو خدمتي لا ساهله اي حاجه بغيتي تفرا بها خاصك تخدم عليها يوميا ماشي مره في السيمانه وماشي سيمانه في الشهر كما كنقول ديما وهذا هو المشكل ديال بزاف ديال الاخوان باغي شي حاجه اللي قال لك يطلع عليها ساعه في النهار وتدخل ليه الفلوس الله عليها ساعة في النار ممكن ولكن ماشي في البداية عاود ممكن فهمتي تقاتل في البداية تطلع البيزنس ديالك غادي تفهم هاد الدومين هذا وهي دومين اخر عاد ديك الساعة ممكن تقول بغيت نخدم ساعة في النار ولكن راه ما عادش ديفلوبي راسك كتبقى واقف في نفس النقطة هاد القضية هادي ديال طل ساعة ولا ساعة في النهار فهمتي كتولي كتلعب يد الدفاع ما كتلعبش الهجوم واحسن حاجة الا بغيتي تزيد لقدام خاصك تلعب الهجوم ما عمر خاصك تكون في الدفاع لان الدفاع غادي تبقى في بلاصتك ويا ربي شوف الاخوان اللي كيعرفوني مزيان عارفين عندي شركه في الطيروند وعارفين شحال ديال الناس خدامين في الشركه عندي في الطيروند والاخوان اللي تعرفوني مزيان عارفين شحال من اجون عندي في الشينوا واللي صحابي اللي مقربين ليا عارفين شحال من موظف عندي في المغرب وهادشي كامل وكنزيد كنخدم هادشي كامل وكنزيد كنخدم وباقي غادي نزيد نخدم لان فهمتي الا بغيتي تزيد لقدام خصك تلعب الهجوم الدفاع ديال اوكي راه عندي التيم نمشي الناس لا اكبر غلط درت باش تعرف انك راك كنتي ارتكبتي غلط خاصك تجلس مع شي واحدين كبر منك حاول يكونوا عندك ديما الناس الكبر منك اللي غادي تخليك ديما تحس براسك راك صغير وغادي يخليك خاص فيك واحد الحركه وباقي باغي تزيد تقاتل ماشي غادي يطرى لك كما طرى لي قبل غادي تريح شحال هادي كنت لاعب الدفاع على انا تيقت راسي كنت مريح مع كل شيء اللي كان داير بيا انا هو الواعر انا هو المعلم مي ضيعت بزاف ديال الوقت للاسف الوقت ما كيتعوضش كبر منك ماشي بالسن ملي كنقول كبر منك ما عمر كان السن هو اللي كبر منك دير 4 فيجرز ريح مع الناس تاع 5 فيجرز كنت كدير 5 فيجرز قلب على الناس تاع 6 فيجرز كنت كدير 6 فيجرز قلب على الناس تاع 7 فيجرز كنت كدير 7 فيجرز قلب على 10 9 فهمتي دوز الليفل اللي فوق منك ريح مع كنت كديري 9000 دولار في العام اللي هي والو هي صفر وريحتي مع واحد كيدير 500 دولار في الشهر اللي هي 6000 في الاخر العام غادي تحس بحالك راسك راك باطل ولكن الا شفتي الخوت اللي فوق منك وريحتي سمعتي غادي تقمع وتمشي تخدم
يلا اخونا تبارك الله عليك، طال لي في راسك. غادي نمشي الناس دابا 12 قبل 4 ان شاء الله، نقرا شويه ونمشي نطيح الناس باش غدا مع 7 الصباح نوض. وهاد الايامات هادي اللي باقيه نبارطاجي شي فيديوهات، تنهار واحد ولا جوج، واحد ولا جوج في الشهر الجاي. وطال لي في راسك ما باقيش.